أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحديث في, في هذه الحلقة والحلقات الآتية يتناول موضوع العلاقة بين حضور أهل الولاية الموالون إلى زيارات أئمتهم عليهم السلام إلى مراقد أهل البيت إحياء الشعائر وتأثير فيروس كوفيد 19 المتعارف على الألسن بالكورونا على هذه الشعائر وحضور المؤمنين في هذه المناسبات من زيارات من إقامة مجالس وحضور المواكب وما إلى ذلك طبعا حينما بدأت الجائحة هذه وكان هناك إجراءات حكومية وتوجيهات دينيه بتقليل الحضور بتحجيم النشاط سواء في الزيارات او في اقامه المجالس وما شاكل وكان ذلك كان يتنافى عند اهل الخلاف لا سيما السلفيه كانه يتنافى والثقه بقدرة الله سبحانه وتعالى وكرامته التي أودعها في مراقد أهل البيت عليهم السلام وسمعنا الأصوات الشامتة بشيعة أهل البيت أعزهم الله تعالى وبالحقيقة أنا لا أريد أن أدخل في تفصيل الكلام حول هذه النقطة وما أظهروه من شماتة لكن المساله تتجاوز يعني دائره الوهابيه اطلاقا تتجاوز دائره الوهابيه. راينا الشماته حتى في القنوات الاعلاميه الكبيره والتي تكون عاده محترمه. وانا سوف اقرا ان شاء الله تعالى لكم سواء ما ينقله المراسلون لهذه القنوات او التقارير او المقالات بعض منها الوقت لا يسمح فنلحظ ان هناك تحذيرات كبيره بصوره المحبه والموده والحرص على الشعب العراقي من حضور المناسبات وزياره مراقد الائمه وتلك التوقعات الكبيره جدا والارقام المهوله التي ذكروها ازاء ما يعرف عن شيعه اهل البيت عليهم السلام من الحضور الكبير والواسع جدا في المناسبات المتعارفه عندهم لا سيما يعني اضافه الى زيارات ائمه اهل البيت عليهم السلام الزيارات الراتبه اضافه الى هذا المناسبات الكبرى كيوم عاشوراء كالاربعين زياره امير المؤمنين في وفاه النبي صلى الله عليه واله زياره الامامين الكاظمين هذه المناسبات الكبيره غير الزيارات الراتبه على اي حال اذا تسمع للمراسلين وتتابع القنوات سوف تجد ان هناك تهويلا كبيرا طبعا التهويل اذا جئنا انصافا هو ينسجم مع التحذيرات الطبيه والصحيه الان ابدا مثلا ايها الاعزاء احنا بحاجه الى استذكار الارقام ومراجعه العناوين التي ذكرت خصوصا واننا لنكون صريحين لدينا ضعف في الذاكره بشكل عام مجتمعاتنا مصابة بضعف في ذاكرتها العراق وضع الصحي وضع للأسف وضع سيء يعني الآن مو أنا أتكلم الآن هاي مجلة إيكونوميست البريطانية ونشرت هذا الخبر عن مجلة إيكونوميست موقع الجزيرة نشر هذا بتاريخ أربعة عشر ألفين وعشرين هذه السنة العنوان هكذا لاحظوا العنوان كيف أنه لافت العراق محطم وعاجز عن حماية نفسه من جائحة كورونا هذا وضع العراق بشكل عام أو تقييم العالم لوضع العراق الصحي قالت مجلة إيكونوميست البريطانية أن معظم الأنظمة العربية تعاطت مع جائحة تفشي فيروس كورونا عبر تجديد قبضتها لتطبيق الإجراءات الاحترازية ما عدا العراق الذي تخلى مطلع الشهر الماضي عن الاغلاق. واشارت الصحيفه الى ان الحكومه العراقيه تبدو عاجزه عن فرض التباعد الاجتماعي او الزام الناس بلبس الكمامات ولا تملك سوى القليل من المال هذا ايضا مشكله العجز المالي لتنفقه على الخدمات الصحيه التي دمرتها الحروب عبر عقود والفساد المستشري في البلاد وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العراق تجاوز 350 ألف أنا أتكلم عن تاريخ سابق ها في حين حصد الوباء أكثر من 9000 عراقي ورغم أن هذه الإحصاءات أقل من العدد الحقيقي لضحايا الجائحة فإن العدد يظل أكثر من ضحايا الوباء في أي بلد آخر هو هذا المعلن أقل الرسمي المعلن أقل من الواقع وهذا الرسمي هو اكثر من جميع البلاد العربيه طبعا البلاد العربيه فيها بلاد متخلفه حتما يعني سواء القسم اليمني او القسم الافريقي من البلاد العربيه او مثل البلاد التي ابتليت بالحروب المستمره كليبيا او سوريا وما الى ذلك ثم اشارت المجله المذكوره الى ان رجال الدين ما زالوا ينظمون التجمعات الجماهيريه الكبيره رغم تفشي الوباء وأن الشيعة في البلد لاحظوا عرجوا على موضوع الشيعة يعني إضافة إلى أن الوضع الصحي في العراق هم يقولون عنه هم يقولون محطام يقولون وأن الشيعة في البلد ماضون قدما في التحضير لتنظيم أربعية الإمام الحسين ابن علي رضي الله عنهما حيث يقصد مئات الألوف من الشيعة سنويا مدينة كربلاء قللوا الرقم الظاهر المراسل مالتهم أنفاس من أنفاس أهل الخلاف نزل الرقم إلى مئات ألوف وإلا معروف أن زيارة الأربعين عادة خمسة عشر مليون فما فوق زين ثم قال وبدأ آلاف الزوار الشيعة رحلتهم مشيا هم بعد قل الأكثر مشيا حيث يقطعون مسافة خمسمائة كيلو متر من البصرة إلى كربلاء لاحظوا وتناول الطعام والنوم معا في أكواخ على جانب الطريق يعني التباعد الاجتماعي غير موجود، مو بس التباعد الاجتماعي انهم ياكلون الطعام سوية وسائر الخدمات الاخرى. ووفقا للتقرير والكلام عن موقع الجزيرة الذي ينقل عن مجلة ايكونومست يقول فإن خطر زيادة تفشي العدوى بفيروس كورونا سيزداد عندما يلتقي مئات الالاف من الزوار في كربلاء في السابع من اكتوبر تشرين الاول الجاري. وتحاول الحكومه العراقيه الحد من تدفق الزوار الاجانب الى كربلاء من خلال اغلاق الحدود، لاحظوا الاجراءات الحكوميه. فعلا هذه الاجراءات يعني تشير الى ايضا الى رعب وقلق كبير بحيث اغلقت الحدود العراقيه، حتى الجانب الايراني اغلق حدوده. الدول الاخرى كذلك فعلت لخوفهم الشديد فان هذه يعني ظاهره متفشيه فكيف اذا كان الحضور بالاعداد المعروفه وهي الكثير من الملايين زين وتقييد الرحلات الجويه القادمه من ايران وغيرها ولكن امامها معوقات كثيره زين لاحظوا معي ايضا هذا التصريح وحسب مستشار سابق بوزاره الصحه يعني العراقيه لم تسمه المجله يعني هو متحرج من ان يذكر اسمه فان الناس يعتقدون ان زياره ضريح الحسين في كربلاء تشفي من كوفيد 19 كان المجله او الموقع موقع الجزيره ينقل هذا بنحو من التعريض يبرر عدم التزام الناس بالاحترازات الصحيه مثلا بانه الناس تعتقد بان الله تعالى يشفي المصاب بالفيروس عند زيارته الامام الحسين واشار تقرير المجله الى ان العراق ينفق على الصحة ما يقرب من نصف ما تنفقه جارته الأفقر الأردن على الفرد إلى آخره هذه يعني التي الكلمات التي ذكرناها لكم أيها الأعزاء وأرجو متابعة الحلقات القادمة بمثابة ما ذكرناه من الكلمات بمثابة التمهيد للصورة المأخوذة عما سيقول إليه الوضع الصحي في العراق حضور بالملايين مدة يعني ليست قصيره اهل البصره يطلعون بمده عشرة ايام واكثر واكثر اكثر من ذلك الى كربلاء وهكذا المحافظات الاخرى البعيده كمحافظه ميسان، محافظه الناصريه، محافظات اخرى حتى من صلاح الدين ودياله والكوت محافظات مئات الكيلومترات هذه زين وحضورهم بهذا الشكل الشديد جدا ماذا ستكون النتائج؟ كما ترون يتوقعون الاسوا جدا هكذا والبقيه تاتي في الحلقات القادمه والحمد لله رب العالمين